بابا هذه خدمة ما بركها شي عند الواحد زحافة بها وباقي يسير فيها شتيها سنين. كي يستاهل واحد يسخن الجواج نتاع والله يعطيهم الصبر الناس اللي تخدم تو. انا راه في الادارات هذاك وانا مكراتي وتواول والسخان ينفق عليا تلوج على عيني. رجع فيك الروح. تو مهتروانا تو متفاهمين على الصباح باش يجي يا رسول الله هكا تو هكا من شدة في طرح البارح سكني في طرحين هكا بغفاصة منيني الحية كنت نحيها له في الاخر كنت نحيها له الحية صبروا بر عجب شكون اللي يطلب هذا غواتانامو هذه المرأة الله يقدر الخير. الو ها اش بيك فاش عندي نعمل فاش عندي نعمل عجب هاك نمشي نخدم عاش ما كنتش تخدمي انت ها مطلوبين نسير وين نمشي قابل يقولوا مطلوبين نسير عجب زيدي عايتي زيدي عايتي ها بالله بالله يا شريف باهي هيا غير الروح غير الروح اسمعين مش نروح للدار لان قالت لك انت لو هدي ولدك وبري لدارك هدي ولدك وبري لدارك هذا خير طلعه على اخر عمله شنو اللي تعيط علي باهي لا باهي حلو لا حلو خدم خدم ما تشوفها لي انا خدم من مش نخدمني يعني الناس الكل استنوا في الحكومه الجديده يحلهاش ربي في وجوهنا ما نلقوش خدمه يا رسول الله الصبر وبر الصبر. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام حاج اهوال لاباس اقعد اعمل كاستيه لا متعدي مزروب شويه اقعد لا بارك الله فيك اما جيت باش نسالك باش تعطي تفضل كان تعمل على اخوك بزيد تعرفش تماش انا خدامه عليه يا بابا بير شغل اللي قدامك تو صباح الرباح اللي خلات شريفه مش تكمل انت شبيك يا حاج سالتك وبرا لوج على خدامه ثم شكون تعرف شكون معناتها بطال هنا شكون بطال هاي عندكم شكون بطال شكون بطال شكون شكون عندك احمد والبشير شد في المعتمديه عندك المكتوب زر اخوه للبلديه شكون بطال ثم حد بطال هنا ما تنزليش الكذب اخويا يعطيني عزيف في راسي هاي تصدق اللي اني بطل ونسيت روحي صار انت معناتها قاعد لا لا متكي تي قصدي ماكش تخدم لا باهي سيدي صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم باهي سيدي تحبش تخدم نخدم لا لا هي ما غير نيفو الخدمه ما غير نيفو سيدي خدمه ذي ما ماش طالب لا نيفو لا حتى شيء عندي شويه زيتون نحب نجمعهم جماعة زيتون صار باي باش ما نكذبش عليك ما خدمتهاش جماعة زيتون ما خدمتهاش باي اما علاش لا مادام الخدمة الواحد مش يخدم علاش لا معناتها هي ما فيها تطلب صنعة كبيرة اخي هي الزيتون هذاك الزيتون هذاك الكوبري هذاك الخشين لا زيتون زيتون معناتها هي زيتون معناتها الغليظ هذاك الخشين زيتون معناتها زيتون عادي ماهوش مش هذاك الجويد هذاك اي زيتون عادي مشكلة مشكلة الزيتون العادي هذاك راهم فيه مشكلة كبيرة تعاني منها الناس الكل يتظلبوا. زيتون هذاك حتى في الجمعان حتى بالصواب الواحد يتظلبت ياسر. وزيد يوجع الظهر حتى المسلان يوجع راهو. هذاك هو هذا ما ثماش خدمة فيهاش تعب كله حد وأجره معناتها معناها ماذا بيا أنا نشوف برشا خدامة. هي أنت فهمني 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 بحاجة. هي أنت شو تعمل له الزيتون؟ ما فهمتكش شنو تعمل؟ إي معناتها تو أنت مش تجمع معناتها الزيتون. هي مش نجمة عمل هي زيتون هنظرها يندراه هو جاي في الظل مثلا يندراه جاي في السمش مش يعرف الواحد علاش قادم نمشيش ننحشمك تو بلاي نمشي معاك ويطلع في السمش ولا ونقعد في اشكاليات ما نحبش يا راهو شنو في السمش ولا في الظل؟ الظل الزيتون هذا في السمش ولا في الظل؟ هذه زيتون انت ما سيدي انت تبع الظل سيدي الشجرة اللي فيها الظل تبعها ما مش نجمو الزيتون فيه شوية في الشمس وفيه شوية في الظل والله ما نكذبش عليك انا نحب نصالحك نقول لك مش ما عندي حتى مشكلة راني نخدم راني نخدم ليه ريت محراس نتاع خدمة ما نرحمش في الخدمة اي تو تصير فيها الظل زادة والشمس سيدي تبع الظل الزيتونة في الظل اجمعها اخويا ما تحب الصراحة راهي السمش التعب ما تقوليش عاد باش نزيد نطلع على الصرافة شو ما تقوليش عاد بزيد نطلع على الصرافة ما علاش باش تجمع شو نحملك فوق ظهري نطلعك مش تحمل شو بتحكي ياك تو تنحمل فوق زالي حمل خما تنش كاكا خي ما راكي واش تقولي معناتها مش نجمع نجمع على الصرافه ما علاش يجمعوا العباد على السونسير يطلعوا له السونسير السونسير فهمني ما انا فهمت انت الزيتون نتاعك
ينظر عالي واطي. يا سيدي انا واطي، يا الزيتون متاعي واطي يا سيدي، باهيش ماهوش عالي برشا. باه كيفاش بعيد الزيتون فين؟ كيفاش؟ ايش عندك فيه؟ قريب مش بعيد برشا. تو نهزك يا سيدي على الكهرباء نتاعي، نجي نهزك على الكهرباء نتاعي. نهزك اليوم ما اقول عامل مزي وعامل كلا، نهزك. يبقى بتحطي في السيستم على من تالي، راه ثم اصول نتاع خدمه راه. سيدي ثم وقايه ثم حمايه. يا سيدي اطلع معايا من قدام باش. نحس فيك اللي تغششت، راه الواحد يطلب حقوقه يا رسول الله، شوف قداش من واحد كلاها في راس. باهي انا خويا الفلوس ما يهمنيش فيها، مع صحتي ما نلعبش راني. لا يا سيدي انا قلت لك بالنسبه لك انت تطلع معايا نجيك للدار، نطلعك معايا قدام معايا بجنبي ونروح بيك زاد كيف كيف. باهي باهي توكل على ربي. باهي ايه تو نزول الصحيح. كيفاش؟ المفاهمه كيفاش تو؟ شو المفاهمه؟ خلاص كيفاش؟ بالوافقه بالليتره كيفاش؟ بالزيت المفاهمه. يا سيدي تحب انت تحبش نتفاهموا بالكعبه، بالكعبه زيتون نتفاهموا كيما تحب انت، كيما تحب نتفاهموا نتفاهم، هل تحب انت نتفاهموا كيما؟ هاي نقصدوا ربي. بشويه عاد خلينا نتفاهموا. ايه وقتاش الوقت الخدمه؟ وقت الشد؟ وقت السايب؟ اخي هكاك هي ما باش نعرف روحي اني علاش قادم. الوقت وقت يساعدك، انا نجيك انا نتعدى لك الصباح. معنا وقت. مع الثمانيه باهيش؟ صلى على محمد وامشي للثمانيه عندك. صلى الله وسلم. تنفذ الثمانيه. باهي مع التسعه نتعدى لك مع التسعه باهيش. تعرف كيفاش؟ باهي. مع العشره. العشرة ودريجة كاك به العشرة اي جاني قدام الدار تو نعطيك النومر عمل لي يابيل كان جاوبتك هون كلمتك استناني من سميك ما تتحركش حتى لنجيك. اه يا سيدي العشرة نجيك العشرة وقتاش تحب نروح بي؟ نروح لك كيفك انت خنت جايبني ولا لا جايبني؟ يا سيدي انا نسالك وقتاش يساعدك باش نروح بيك؟ نروح بي وقتاش هو الفطور؟ معنا وقت الفطور. والله ما نعرف وقت تحب انت يا معلم. عطيني بعد الفطور مدي ساعتين به تروح بيه مدي ساعتين به. نص ساعتين مرواح؟ ايه تخرج العاشرة وراح بيك نص ساعتين. ايه بعد الفطور. بعد الفطور الله يبارك. بشكون متفاهم معاك راه. طيب. ما نحبش خويا يتغش. راه خويا نخدم معاك راني ما خدمتش خدمة. باش تخدم معاك. باهي برك اخويا الزيتون راه خمر ما تخدمش معاك. ساعة يا رسول الله ندخل الخدمة كذا راني اسمعني لازم قبل الفطور لازم تحريش على الأقل شوية رفيسة وكثر حتى تعيبة تييو. هذا قبل الفطور زاد. ايه قبل الفطور خمرت الله باش تطلع الزيتونة وراي صرافة واحد شبي. باهي يا سيدي الله يبارك. الله يبارك. ايه الله يبارك. بشويش طيب. باهي ايش تحب زاد؟ ايش مازال سؤال اخر؟ مازال اهم حاجة. باهي يا سيدي الله يبارك. اللي هي الصبار. شنو؟ قدر الله تحت من الزيتون شكون باش تعرف لي هنا. شنو الصبار؟ باش تصب علي ولا؟ هذا شو باش تصب عليك 10 ايام يا معلم اش فيك؟ 10 ايام الخدمة مش تلمد معايا شوي. 10 ايام ثم قانون يضمن لي حقي. يا سيدي مش نصب لك بهم، هات سيدي تو نعطيهم لك في الخلاص، باش 10 ايام مش تصبهم لك، هاي يا سيدي ما عادش عليا وقت. تحب الحق؟ والله غير انت حشمت، امني والله العظيم نخدم الخدمة هذي، والله على خاطر، والله والباقي اللي يخدم. بارك الله فيك. علاش نمشي نجمع الزيتون؟ تو الحديد. بارك الله فيك، والله يقدر مزيتك والله، يقدر مزيت. ايه تو فهمني تو الخلاص كيفاش؟ ما قلتليش نهاري قديش، الانسان نمشي هكاك ندهمك. ايش تحب خلاصك؟ ما هو كيما العباد. يا سيدي نعطيك 40 دينار بعيشي في النهار. صلى على محمد شنو 40 دينار هذي؟ شنو 40 دينار يا رسول الله؟ شنو 40 دينار هذي؟ خمراني انت تخزر لي راجل راني سيد. شويه 40 دينار. شنو شويه 40 دينار؟ ما فهمتش معناتها المراه تاخذ اقل من الراجل. الراجل خير من المراه. جيب جيب. والله المراه تخدم خير. نجمع لها زيتون يتزلبط، باش نطلع لها فوق السرافه، ومن قد تعبي كله متحمل، وهاز تقعد تشوف الواحد يعلم بيه كالربي، ونزيد تقول لي 40 دينار. لا لا خويا استنى خويا خويا راه الزيتون مش يخبر يرحم بيك في الواحد مجمع. ها سيدي نعطيك 50 دينار باهيش؟ باهي 50 به 50 به باهي على خاطرك انت على خاطر هالوجه 50 دينار والديك. وذاك والله ننفس يرحم والديك. هاي نقصدوا ربي نبدو. وين نقصدوا ربي؟ هادي مازال بكري ايش فيك؟ تو غدوا نبدو تو تعدى النهار. تي ما نبدو اما خير تمركي نهارك تو ولا اما خير نمركي نهارك وشكب شكون خلاه الراجل نستنى فيه على طرح شكب عجب معناتها شكون بخير لك متمركي نهارك 50 دينار؟ اودي طرح مهمة هذا الراجل غلبني البارح ويقول لي هكا غدوة ولا بعد غدوة نبدو فيه كل مهني نتعدى لك غدوة نتعدى لي غدوة باهي أما كان ما يقتليش أرجع لي بعد غدوة بالله والله زيتون باهي يا سيدي زيتونك بجيت معاك. هاي يا سيدي خلينا نمشي مال أنا خويا أخوك مظروف. لحظة عاد لحظة عاد كيفاش؟ شنو هو ماشي هكاك تو تفهمني وكذا يا ما افهم روحك عاد ما فهمتكش يعطيني عربون عربون؟ اي زاد شنو العربون تاعه؟ عربون باش تخدم معاك، شنو هكاك مني؟ عجب خطاش راه يجيني واحد اخر نهرب عليك،
أعطي أقل 100,000. يا عجبكش؟ شو 100,000؟ 100,000 عربون. أنا قلت لك هاي يخدم، قلت لي لا، كيفاش أنا أعطيك عربون هكاكا 100,000؟ غدوة ولا من بعد غدوة؟ هي حتى تمشي معي. هي أعطيني 100 عربون هكاكا في المسايب. يا عجبكش؟ كيفاش نعطيك عربون من زيت ما ضربت حتى ضربة يا ما نعرفهم يا جماعة الزيتون ديما بيعتهم قطع، يجي يشيح لك ريقك ويمشي. يا سيدي امشي معاي ووقت ما الشد تخدم تو نعطيك، ما نجيش نعطي فلوس هكا. شي غريب فيك والله، شي غريب حقا. مسيتني في حاجه انت. شنو؟ ومنحه الغبره. نعم في الغبره. بالله والله بالحق، زيتون طويك ما صبش المطر كلها غبره، الورق تشد الغبره، اكل الغبره ذيك تتلطر على العيون الخش تعمل حتى الحساسيه، راه وني عندي الحساسيه. كي نقدر نطيش ني غاديك شكون شي داوي. ايش تحب مال؟ ايه ملح نتاع الغبره نتفاهموا فيها. فهمتكش. ودي ملحه الغبره تعطيني الحق الحليب. بالله. شنو بالله؟ تعطيك حق الحليب زاده. اما لا قدر الله اني يعني نتمس في الجهاز التنفس شكون مش يداويني. هاي تعرفش فيها، صب كاستي صب. تاخذاش انت الزيتون. الزيتون ناخذه؟ اي. والله ناخذه، كيفاش بالربع ولا بالشطر ولا كبير؟ لا طال عمرك. تريح اشكبها واجعلها لا تجمع. باش؟ تلعب على الزيتون. نلعبوا على الزيتون اخويا، خذ انت. باش؟ يجعل لا تجمع، ما دام امارك كيف كنت ولا تتشرط عليا هاني مع الجامع الزيتون. اتحبش نلعبوا عليه؟ اجري 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 تو نقول. هاي سيدي يجعل لا تجمع الزيتون. هاي اجري اجري. هاي قص زيتون عادي. زيتون عادي مشكله 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 كبيره زي. عليه ولا بعد غدوة؟ غدوة ولا بعد غدوة؟ ما نفوتكش بعد غدوة. نتعدى لك غدوة. غدوة ايه تعدى لي غدوة. غدوة تعدى. غدوة كان ما يقتليش ارجع بعد غدوة. اما زيتون مشيت تجمعها.